عرف نفسك؟ اعرف محمود بصراحه وانا كان هذا كان محتاج وقت يعني محتاج وقت مولاي الامور تتكلم في الموضوع ده وفي النظام ده بالذات الوقت يعني مش ساعه خالص بالنسبه يعني لانها لغه عربيه دي محتاجه وقت يعني ما ينفعش تتقارن بباقي تتقارن ما باقي المواد ما بين المواد الباقي فبس هو الموضوع الوقت بصراحه. بالنسبة لان هو نظام جديد البابل شيت كان كويس معاكم ولا؟ بص نظام الامتحان كان كويس ما فيش مشكلة بس المشكلة في الوقت كبير بالنسبة للاختيار الاختيارات كان برضه كبيرة محتاج وقت من الاختيارات بعيدا عن الموضوع فايوه الاختيارات كان برضه محتاج وقت ترجع يعني دايما ترجع هي اسئله في اسئله بتنسحب في اسئله بتبقى محتاجه وقت هم احنا اللي هم عوضونا بالاسئله السؤال علياء زين العابدين كمان اخبار الامتحان النهارده ايه؟ هو كان في حاجات كويسه وحاجات وحشه بس اللي هو اكتر الوحش ايه اللي هو جايب لنا حاجات بره المنهج خالص فاحنا لما بنيجي ندخل بالكتاب وكده بنلاقي نفس المعلومه ونص كل حاجه بس السؤال مختلف بنلاقي نفس الاسئله هو بابل شيت والكلام ده بس هو مش مستوى الطالب اللي احنا داخلين فيه ولا اللي بيدونا الدروس احنا بنروح الدروس مش بنشوف الاسئله دي قدامنا يعني انتوا كنتوا متوقعين ان هيكون اسهل من كده؟ كنا متوقعين ان هو كان طالع وزير طارق شوقي قال ان هو الاسئله في مستوى الطالب المتوسط ومحدش يقلق والكلام ده والاسئله دي يعني حتى المدرسين ما مروش بيها قالوا اول مره ان هندخل معاكم ونشوف بابل شيت ما كناش متوقعين ان هو يحصل كده وكده. طب اخبار الوقت ايه معاكم؟ الوقت ايه؟ الوقت كفى معاكم ولا؟ الحدود اللي هو يعني تبع الاسئله يعني هو قضى الوقت بالنسبه للاسئله قضى الوقت ولا مش كان مش محتاجين مش وقت زياده؟ مش سامعه تاني؟ مش قد الوقت اللي هو مش قد الاسئله ولا المستوى الوقت بتاع الاسئله نفسه مش هو اللي